بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حابب أتكلم النهاردة في موضوع يهمنا ويهم كل الناس في الفترة اللي بنعيشها والفترات اللي جاية. وبما إن ملناش طريق نوصل بيه كلامنا غير منصات التواصل الاجتماعي اللي احنا شغالين عليها دلوقتي واللي بنتمنى إن كلمة الحق تنتشر خلالها، ومن باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، حبيت أطلع وأقول الكلمتين دول نظرا للي بنشاهده عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة وعبر شاشات التلفاز وكل ما يحيط بينا كبشر من حوالينا، وهي محاولات بائسة من الشيطان وأعوانه من شياطين الإنس والجن لمحاولة إثناء البشر اللي هم بني آدم عن اتباع المنهج القويم واتباع الصراط المستقيم الذي ارتضاه الله لنا عشان نرجع تاني للجنة إذا كنا حابين نروح الجنة. اللي عنده اعتراض على الكلام واللي عنده سكة تانية حابب يمشيها براحته وهنياله، إنما إحنا بنتبع منهج ربنا سبحانه وتعالى اللي أنزله لينا في دستورنا. وبما إننا إنسان بنتمي للدين الإسلامي فدستوري هو القرآن، ولا أعتقد إن القرآن يخالف ما أنزل في الإنجيل وما أنزل في التوراة، ولا يتعارض أبدا وتماما مع منهج الإنسانية، لأن أي إنسان سوي فطرته سليمة وعقله وقلبه سليم أو سليمين يعني لا يقبل الشذوذ الفكري والانحراف عن فطرة ربنا سبحانه وتعالى اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عليها واللي ربنا سبحانه وتعالى حابب مننا ان احنا نحافظ عليها قدر الإمكان ونحارب الشيطان قدر الإمكان. وربنا سبحانه وتعالى قال يا بني آدم ألم أعد إليكم، ده انا قلت لكم اخدت منكم العهد والميثاق ان الشيطان ده عدو مبين، ده عدو واضح وصريح. فاللي مش شايف اساليب الشيطان حواليه او مش شايف الشيطان بيحاربه ازاي او ما يعرفش هل الشيطان ده بيحاربه ولا ما بيحاربوش يرجع لدستوره. فلما نرجع للقرآن نبتدي من اول القصة خالص، ربنا سبحانه وتعالى خلق سيدنا ادم وستنا حواء وخلقنا من ظهورهم واشهدنا وخلع مننا العهد ان هو الرب الاوحد لهذا الكون وان هو هذا الخالق العظيم وان الهدى لن يأتي الا من الله سبحانه وتعالى، وان الشيطان مش عاجبه الكلام ده وقال لأغوينهم أجمعين، بس استثنى فئة بسيطة كده قال إيه إلا عبادك منهم المخلصين. طيب إزاي نكون عباد مخلصين أو مخلصين لله؟ باتباع منهجه، باتباع السنن بتاعته، باتباع الدستور بتاعه. أنا لا جاي أتكلم في فقه ولا سنة ولا حديث ولا كلام ده خالص، ده فطرة الإنسان السليم الذي لا يقبل الشذوذ الفكري والانحراف عن فطرة الله التي خلق كل الناس عليها. يعني الناس كلها مخلوقة على الفطرة، مخلوقة على الصح، ولكن باختلاف تربيتك وباختلاف المجتمع اللي انت نشأت فيه وبعدين عقلك اللي ربنا اداهولك عشان تقدر تميز ايه اللي انت بتستقبله من الخارج وبعدين تبرمجه جوه دماغك وبعدين تطلعه للخارج تاني. ادي القصة كلها. فطلع علينا وهيطلع علينا في الفترة اللي جاية وهتزداد النعرات ديت والحركات الكتيرة اللي هنشوفها عبر كل الوسائل. الشيطان خلاص ما بقاش له فرصة تانية وعارف ان الوقت قرب جدا، فخلاص بيستنفذ كل رصيده وكل قواه لتدمير ما تبقى من فطرة البني آدمين، من فطرة بني آدم، من فطرة البشر اللي هو الناس جميعهم. طيب ايه اللي بيظهر دلوقتي عم ضياء وايه اللي هيظهر في الفترات اللي جاية؟ زي ما احنا شفنا وبنشوف بيطلع علينا اصحاب التوجهات الفكرية الخاطئة، خليني اكون منضبط في كلامي، من شواذ الفكر أمثال خالد أبو النجا وعمرو واكد وآخرهم محمد عطية المطرب
اللي يعني كل معلوماتنا عنه انه كان في برنامج مش عارف ستار اكاديمي او حاجة زي كده، اللي هي من ضمن الوسائل والبرامج اللي مقصود منها ببساطة خالص تدمير زي ما قلنا ما تبقى من فطرة البني آدم السليمة. ويطلع يتكلم هو أو غيره، هو أو غيره، عن الزواج، وإنه مش عاجبه عقد الزواج، وإنه مش عاجبه ارتباطه بالدين أو إجبار الدين ليه. ما فيش حد أجبرك على حاجة، لا أنت ولا غيرك. لا الدين بيجبرك إنك تتجوز، ولا الدين بيجبرك إنك أنت تتبعه، ولا أي حاجة خالص. ده الموضوع اختيار وقرار. ربنا سبحانه وتعالى نفسه ترك حرية العبادة لينا. يعني لو انت عايز تؤمن بالله وتتبع منهجه لانك بتحب ربنا فعلا وهو ده الحق، ان هو الخالق العظيم وان المنهج اللي هو نزله هو فعلا اصح منهج لاي بني ادم عايز يمشي على الحق، فربنا ما اجبركش في الاختيار. ربنا قال ايه؟ وهديناه النجدين، عرفنا طريق الصح وعرفنا طريق الغلط. فقال لك ايه بقى؟ قال لك اما شاكرا، انت هتشكر على ايه؟ لو انت مشيت في طريق الصح وعرفت ان هو ده اصح طريق كان ربنا رايدهولك. ده ربنا قال لك سبحان الله من رحمته وعظيم فضله على البشر انه عرفك اصلا الطريق الصح، ما سابكش تخبط. لا ده قال لك بص الطريق الصح هو، وقال لك بص هنا على الشمال الطريق الغلط هو. لو انت مشيت في طريق صح هتمشي تمام وهتلاقي الدنيا متيسرة وانا هساعدك. طب لقيت نفسك ماشي في السكة الشمال ومكمل، هسيبك براحتك، ده اختيارك انت، عشان ما تجيش يوم القيامة تقول ربنا سبحانه وتعالى اصلا مفيش حد قال لي. طب اذا كنت انت بتقراش قرآن، فانا بقولك ربنا سبحانه وتعالى خلق الانسان في صورة الانسان، روح راجع كده واعرف ان هما فريقين، فريق شاكر لربنا وبيقول يا رب كتر خيرك وشكرا لعظيم فضلك عليا انك انت هديتني الطريق الصح ووريتني الباب اللي امشي منه الطريق السليم. واما كفورة قفل الباب وقال لا انا ماليش في السكة دي، انا مش عجباني السكة دي. لا هي دنيتك عشان تقول انا مش عاجبني، ولا هو دينك عشان تقول انا مش عاجبني، انت تختار براحتك. انما تعترض على قرار ربنا سبحانه وتعالى وتعترض على ملكوته وتقول انا حر، حر في ايه؟ اي بني ادم سواء محمد عطيه او غيره لما يتكلم كلمه انا حر دي، كلمه الانا دي اصلا انت كده بالظبط زي الشيطان. الشيطان قال ايه؟ انا خير منه. فالقصة الانا او الايجو او الكبرياء الذاتي اللي جواك ده اللي محسسك انك انت مفيش زيك في الدنيا، انت لو بصيت لنفسك، مش بصيت لغيرك، بصيت لنفسك اصلا وعرفت ايه اللي جواك، يعني مؤاخذة يعني تقدر تشوفه في الحمام لما بتعمل حمام. فاوعى تقول انا ايه بس، واوعى تتفضل وتتكبر على خلق الله. ده احنا كلنا في التراب رايحين وكلنا للتراب راجعين. فمش عايز اطول في قصة الانا والحاجات ديت، انما خلينا نتكلم بالقرآن. يا أستاذ محمد عطية ويا غير محمد عطية اللي بيتبنوا فكرة الانحراف عن فطرة ربنا سبحانه وتعالى وقيم ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقها واللي وضحها عشان الإنسان يكون ماشي مظبوط ويستقيم الميزان في الأرض بين البشر. حضرتك اعتقد ان عندك خلفية بالقرآن قبل كده، لانك كنت قريت انك انت كنت تقرأ قرآن قبل كده وحاجات زي كده، ولكن اهو انحرفت عن المجال. نفكرك وفكر نفسنا بسورة العصر، سورة مكونة من سطرين صغيرين خالص. ربنا بيقسم بالعصر، العصر اللي هو مش صلاة العصر، العصر اللي هو العصر اللي احنا بنعيشه، الزمن، الفترة الزمنية التي سيتحقق فيها الآتي. ايه هو يا رب؟ ربنا سبحانه وتعالى لما يقسم يبقى ربنا سبحانه وتعالى كلامه صح 100%، ومفيش حد اصلا لا يجرؤ انه يعدله. فربنا سبحانه وتعالى بيقسم بالعصر، بالفترة الزمنية التي سيتحقق فيها ان الانسان لفي خسر، يعني خسران، يعني في خسارة،
يعني يخسر عليك يا إنسان، أنت اللي بتخسر نفسك بنفسك، أنت اللي بتظلم نفسك بنفسك، أنت اللي بتسيب فطرتك السليمة وبتتبع منهج الحيوانات ومنهج الشذوذ الفكري والشذوذ الجنسي والشذوذ العاطفي، سميه زي ما تسميه، انت بتنحرف عن القاعدة فبقيت زيك. ده حتى الحيوانات بتميز، يعني حتى الحيوانات بتميز، بس اهو بتنحرف عن طبيعة البشر. ان الانسان لفي خسر، كل البشر يا رب، لا الا نفس الا الاولانية بتاعت الشيطان، الا عبادك منهم المخلصين. يبقى الا مين؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن مفيش حد يطلع يقول أنا مالي، ما يقول اللي هو عايزه، هو يقول اللي هو عايزه، دي حريته. إنما أنت كبني آدم ربنا هيحاسبك، هيحاسبك يعني هيحاسبني على سكوتي؟ طبعا، على الأقل أضعف الإيمان لو انت مش قادر تطلع تتكلم او مش قادر تطلع تواجه، انكره بقلبك، قول يا رب انا مش راضي على اللي بيحصل ده، والله يا رب انا مراضي، بس انا ماليش سلطة او ماليش قدرة ان انا اطلع اتكلم، وده اضعف الايمان. طب احنا ما نملكش غير اضعف الايمان والكلام، لان التغيير باليد ده معناه تغيير من سلطة الحاكم، ولي الأمر هو اللي يقدر يعمل الكلام ده. إنما إحنا هل مثلا نروح نضرب الناس دي؟ لا طبعا، مش مطلوب منك الكلام ده خالص. إذا كان حرية الدين ربنا كفلها وحرية الاعتقاد ربنا كفلها للبني آدمين، فما فيش أي حد يقدر يبقى واصي على أي حد تاني. إحنا بس ننصح، نتبع المنهج. ربنا قال إيه؟ وتواصوا، يعني بيوصوا بعض، يعني بيشدوا من أزر بعض. فمش معنى ان فلان يطلع يتكلم يقول وانا مالي، لو كل واحد قال انا مالي هتخرب. ربنا سبحانه وتعالى، من ربنا خلقنا ليه؟ خلق ليه ناس هتتبع الصح وناس هتتبع الغلط؟ عشان بتوع الصح دول يدافعوا عن الصح ويفضلوا رافعين راية ربنا سبحانه وتعالى وراية الاسلام، والناس اللي في الغلط براحتهم، ملناش وصايا عليهم اطلاقا، كل واحد حر في اختياره. انما مدافعتنا عن دين ربنا ده واجب وفرض على كل واحد. قلنا ببداية بإنكارك في قلبك، لو انت ملكش اي قدرة على المواجهة، لو انت قادر تطلع تتكلم، ودلوقتي ما شاء الله وسائل التواصل الاجتماعي ما سابتش حاجة، الناس حتى دلوقتي بتخرج اسرار بيوتها عادي جدا، مفيش حد بيقول اي حاجة، فمفيش حد يزعل مننا، واللي يزعل يشرب من اقرب بحر عنده. احنا بندافع عن ربنا ودين ربنا. حد يقول لي هو ربنا خلاك وصي؟ لا، بس انا هاجي يوم القيامة اقول له يا رب انا ما كنتش راضي عن الكلام ده، ويا رب انا استعملت لساني اللي انت اديتهولي وعقلي اللي انت ميزتني بيه عن انا ارفض الباطل ده وانكره واقول له انت باطل. عشان مثلا يطلع واحد زي الاستاذ عمرو الدين عمرو اديب في حلقة قبل كده وبيكلم عن انتشار المثلية الجنسية وانتشار الشذوذ وبكلام مايع، يا جماعة اطلع اقول له يا حبيبي براحتك، عايز تبقى شاذ براحتك على الاخر، مفيش حد اجبرك على حاجة، بس ده مش معناه ان انا ما اقولكش انت شاذ. انت تفعل قوم لوط، عذابك هيكون مثل عذاب قوم لوط. طيب احنا ما شفناش عذاب قوم لوط؟ لا، بدل ما تتفرج على التيك توك والهبل والتفاهات، خش اكتب قرية عمراء وسدوم وجميراء، القرى اللي موجود فيها عذاب قوم لوط لغاية دلوقتي، والحجارة اللي من سجيل اللي مولعة لغاية دلوقتي، هتقدر تعرف وتشوف عذاب قوم لوط. يبقى انا دوري كايه؟ بني ادم بيلتزم بفطرة ربنا اللي خلقه عليها وبيدافع عن دين ربنا الحق، عشان ربنا ابقى واقف قدام ربنا وانا فخور بنفسي واقول له يا رب انا ما كنتش راضي، ويا رب على قد اللي انت اديتهولي قدرت اغير بلساني او بانكاري زي ما قلنا بقلبي، وده اضعف الايمان.
لأن ربنا خلقنا فاعلين في الحياة. لما يقول ربنا سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى، ويقول تواصوا بالحق والصبر، ويقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني مش معنى أن في ناس بطالة كتير وأن الشر منتشر كتير ده ما ينفعش يبقى عذر ليك. No excuse حضرتك، مالكش عذر، ده أنت تقف. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. طول ما انت بتدافع عن الحق لو لوحدك هتنتصر. ليه؟ لانك منتصر بالحق، منتصر بالله اللي هو اقوى من الكل، اللي هي دي دنيته وهو ده ملكوته. فنرجع تاني بهدوء خالص، الناس اللي متبنية الانحراف، خلينا نكون منضبطين عن منهج الفطرة السليمة اللي ربنا خلقنا عليها. انا دوري كايه قصادهم؟ اواجههم ازاي؟ زي ما احنا قلنا الاول بالانكار، ما عليت شوية يبقى هو بالكلام. زي ما احنا قلنا السلطة الاعلى دي للحاكم ولي الامر، لحد يقدر يروح يضرب فلان ولا يقتل فلان زي ما الناس المتطرفين بتعمل. امال ايه؟ وتواصوا، اتباع المنهج اهو، وتواصوا الوصية، والوصية ان احنا نوصي بعض. عجبك الكلام؟ على عيني وعلى راسي يوم القيامة نبقى متجمعين كده وحبايب مع بعض، تحابوا في الله وتعاونوا على البر والتقوى. تعالوا انتوا الناس الكويسين، الناس اللي كانت بتدافع عن الحق، اللي كانت بتشوف الباطل والغلط وتقول لا مش هعديه، ده غلط، لازم اقول ده غلط. كون ان ولي الامر او كون ان الظروف او كون ان المجتمع الدنيا ماشية في السكة دي، ده مش معناه ان اجرك راح، لا، قول انا غلط. ومن يتق الله يجعل له مخرجة، اللي خايف على رزقه واللي خايف على ان الابواب الرزق تتقفل قدامه عشان بيقول ده غلط او ما يقبلش رشوة او ما يقبلش فكر منحرف، لا، انت منتصر بالله. من كان يريد العزة فلإن العزة لله جميعا، ربنا هو اللي هيعزك وهو اللي هينصرك وهو اللي هيرزقك. اوعى يكون عندك شك في كده، اوعى يكون الشيطان مصور لك انك ضعيف عشان فئه كبيره حواليك محيطه بيك فشله ولا منافقين ولا اكلين زور، شاهدين زور ولا اكلين للسحت والحرام والرشوه. اوعى، انت تثق في الله، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بينصر، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بينصر الحق. نرجع تاني، فأصحاب الفكر المنحرف، أصحاب الفكر الشاذ، هل أنا أقدر أبقى واصي عليهم؟ لا، أنا أقول لهم الصح. سمعوا الكلام أهلا وسهلا، ما سمعوش الكلام أهلا وسهلا برضو. دايما قلنا دي سلطتنا كتعاملنا إحنا مع البشر. لما ربنا سبحانه وتعالى يأذن لولي الأمر أو الحاكم بالإصلاح، خلاص ده بيتدخل بالايد، اللي هي من راى منكم منكرا فليغيره بيده. الكلام ده مش لي انا ولا ليك، ده لسلطه ولي الامر. انا مطالب بايه؟ زي ما احنا قلنا بالكلام والنصح والارشاد. اقتداء بمين؟ اقتداء بمنهج ربنا. لينا حق الوصايه؟ لا، يختار ويقبل اهلا وسهلا وعلى راسنا ويبقى معانا، ما يختارش ويقبل ويرفض الكلام ده اهلا وسهلا وفي الناحية التانية. بس ما ينفعش اسكت عن منكر بيتم، عن فطرة بني ادمين بتتدمر، عن اولاد واطفال صغيرين بينحرفوا عن المنهج القويم ويطلعوا بعد كده فشل وشواز، ونقول ليه هم ولادنا طلعوا كده؟ ليه ما احنا سكتنا من الاول؟ ما احنا سبناهم ماشيين في السكة الغلط وما قلنا لهمش ده غلط. خد بالك ان كل واحد فينا هيتحاسب عن اولاده. انا طالع بدافع عن اولادي واولادك، بدافع عن نفسي وعنك، انا طالع بنصح ليا وليك عشان المجتمع يرجع تاني لفطرة ربنا اللي ربنا خلقنا عليها. لان لو ما عملناش كده العذاب لما يجي هيجي على الكل. بس ربنا بينجي مين؟ الذين اتقوا، الذين آمنوا، الذين اتبعوا الصراط المستقيم. الناس بتشتكي من البلاء والغلاء ونقص الأموال والأنفس والثمرات، ما هو المنهج بيقولك ولو أن أهل القرى
آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. يعني نحن لو امننا بربنا واتبعنا منهجه، مش مثلا ان احنا بنصلي وبنأدي الفروض، ربنا مش محتاج منك تأدية الواجب، ربنا محتاج منك دوام الصلة بيه واتباع المنهج القويم بيه، ولما تغلط ترجع له تاني، مش تستكبر وتقول لا ما كمل في السكة دي، ما السكة دي حلوة. اوعى الشيطان يمنيك ويقول لك يا عم ده انت لسه بدري، الموت بيجي فجأة، تبقى قاعد بتتكلم وروحك تطلع، ودينا بنشوف المناظر قدامنا. فلا، انكار الباطل لازم، انكار الباطل ما ينفعش، صاهين ما ينفعش، ماين مع الباطل. متاش عاجبك الدين ومتاش عاجبك الجواز وعايز المساكنة وعايز تبقى عايش في الحرام، براحتك، انما ده مش معناه انك تطلع تتكلم وتقول وانا ما ردش عليك، ده انا ارد عليك وعلى 20 زيك. ليه؟ لان بدافع عن دين ربنا مش بدافع عن نفسي، انا بدافع عن دين ربنا عشان اجي اقول له يا رب يوم القيامة يا رب انا كنت متبع دينك وكنت بدافع عنه حبا فيك، مش وصايا على حد، ولا انا عايز ابقى سبع البرومبا ولا ابو السبع رجالة، لا، الذين امنوا وعملوا الصالحات. الايمان مرتبط بالعمل الصالح، والعمل الصالح اوله الكلمة الطيبة، النية الصادقة والكلمة الطيبة. فأي منحرف أو شاذ فكريا جنسيا عاطفيا، أي حد هيحيد عن الفطرة السليمة اللي ربنا خلقنا عليها، نسكت؟ لا، نصهين؟ أبدا. نماين؟ مش ممكن، لازم نقول له كده أنت شاذ، أنت شاذ، أنت تتبع قوم لوط، وعذاب قوم لوط هيجيلك في الدنيا قبل الآخرة، ربنا اللي بيقول مش أنا اللي بقول. اللي هيعجبه الكلام ده هو اللي ماشي مع سكة ربنا، اللي مش هيعجبه الكلام ده يقول له يا رب أنا معترض على كلامك، السلام عليكم. بس فهما طريقين وفريقين، يا فريق في الجنة يا فريق في السعير. حضرتك مش عاجبك الجواز، أهلا وسهلا براحتك، عايز تعيش شاذ، أهلا وسهلا براحتك، عايز تنحرف، أهلا وسهلا براحتك، إنما ما تقولش ده مش عاجبني الدين، براحتك برضو، بس هو ده دين ربنا اللي ارتضاه لعباده واللي احنا هنتمسك بيه لاخر يوم في عمرنا ولولادنا وولاد ولادنا، عشان تفضل فئه مدافعه عن الحق لغايه يوم القيامه، وفئه مدافعه عن الباطل لغايه يوم القيامه، عشان ربنا يحق الحق بكلماته، بقرانه، بدستوره، بمنهجه اللي وضعه. لا في دين ولا شريعه يقبل الانحراف عن الفطره السليمه. الشيطان اقسم لربنا، قال له انا هخليهم يعملوا كل حاجه، يغيرون خلق الله، تشد وتنشف هنا وتعمل هنا، تقلب راجل لست وتقلب ست الراجل، تغير الفطره السليمه، كل ده مندرج تحت فليغيرن خلق الله، اعمل ما بدالك، هونهم اجمعين، هشربهم من كل كاس العذاب، هخليهم يكرهوا بعض، هخليهم يفسكوا، هخليهم يشربوا خمرة، هخليهم يزنوا، هخليهم يعملوا كل أنواع الغلط إلا عبادك منهم المخلصين. المخلصين الذين أخلصوا دينهم لله فأخلصهم الله. يعني إيه؟ يعني أنت بتصفي نيتك مع ربنا وتقول له يا رب، حتى لو أنا ما أعرفش الطريق السليم، يا رب الهداية ما بتجيش غير من ربنا بس، لا من شيخ ولا من عالم ولا من قسيس ولا من أي جن أزرق، الهداية ما بتجيش غير من ربنا، إن الله يهدي، هو ربنا الهادي. فاللي عايز الهداية لو ما يعرفش سكة الهداية يقول يفتح ربنا، يفتح ايديه كده ويدعي ربنا سبحانه وتعالى ويقول يا رب اهديني، اقسم لك بالله الذي اعرفه، تمام المعرفة انك لو قلت الكلمتين دول لربنا يهديك. هل انا بقسم بالله على الله؟ ربنا اللي قايل كده، ربنا قال ايه؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ربنا اللي اقسم على نفسه وقطع على نفسه وعد ان اللي يروح له يقول له يا رب اهديني انا ههديه. فاوعى الشيطان وشياطين الانس يخلوك تنحرف عن الحته دي. اغلط طبعا، ده انا بني ادم، انا مخلوق من طين، بتشكل حاجة تجيبني وحاجة توديني، بس دايما خليك ايه؟ فاكر ان في رب فوق شايفك،
عملت معصية ارجع بسرعة وتوب وقول يا رب انا توبت انا اسف. فربنا سبحانه وتعالى قطع على نفسه وعد عشان يحمينا من رحمته علينا وبيحبنا، وعارف ان الشيطان ألعيبه كتير وهيستعين بشياطين الانس والجن اللي حوالينا عشان يضلونا، عارف هو عارف بحالنا، فمن رحمته بينا قال مالكوش دعوة قول يا رب واذا سألك عبادي عني فاني قريب. خليهم بس يخبطوا على الباب وانا اللي هفتح لهم. شوف رحمة ربنا وجماله، لانه عارف ان المجتمع وعارف ان الدنيا هتبقى غم او سواد، فربنا عارف ان كل المشاغل الحياتية اللي حواليك صعبة صعبة مفيش بني ادم يتحملها. امتى يتحملها؟ لما يستعين بالقوي، لما يستعين بالله. منحرفين الفكر ومتبعين الضلال والشهوات ومتبعين الشيطان، والله لن تفلح خططكم، والله لن تفلح خططكم. أقسم بالله العظيم أن الشيطان لن ينتصر على البشر. إذا كانت حصلت مرة قبل كده مع سيدنا آدم، والله ما هتحصل تاني، وهتفضل فئة مدافعة عن دين ربنا، وهيفضل في ناس محترمة مدافعة عن دين ربنا سبحانه وتعالى. كلمة أخيرة، نستمسك بدين ربنا، نرجع لربنا. إذا كنت مسلم ارجع اقرأ القرآن، إذا كنت مسيحي اقرأ إنجيلك، اللي أنا بقوله ده موجود في الإنجيل وموجود في القرآن وموجود في التوراة، وإلى الله المصير. وأفكركوا تاني، فريق في الجنة وفريق في السعير، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.